السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا الآن تستطيع تحميل الفيديو من تطبيق اليوتيوب الرسمي. طبعا هذا التطبيق هو يوتيوب جو، هو كما تلاحظون من يوتيوب الرسمي. طبعا يطلب منك للتفعيل أن تدخل رقم هاتفك. طبعا سأدخل الآن رقم هاتفي 650 250 17. طبعا نضغط على التفعيل. طبعا تدخل فقط رقم هاتفك، ستصلك رسالة SMS 242648. طبعا يقول لك تستطيع أن تستخدم البرنامج بدون الرقم. كما تلاحظون وصلتنا رسالة 242648. طبعا كما تلاحظون الآن نضغط على ستارت، فتح لي التطبيق مثلا هذا الفيديو. كما تلاحظون يطلب مني أنه أختار الجودة التي تريدها. كما تلاحظون مثل هذا الفيديو يعرض لك لقطات عن الفيديو وتختار هنا الجودة. طبعا كما تلاحظون هكذا، ثم تختار إما بلاي أو داونلود تحميل. طبعا يقول لي هذا الفيديو أن المالك لا يسمح بالتحميل. سنكتب الآن اسم قناتنا هنا. طبعا التطبيق كما ذكرت لكم هو من طبعا كما تلاحظون ياخذ حجم الفيديو قليل جدا عندما تقوم بتشغيله، يعني لا يأخذ شيء أبدا ويشتغل بسرعة كبيرة جدا. فقط ننتظر. يعني أيضا المالك لا يسمح بتحميله. طبعا راح أشوف لكم اليوم كيف يشتغل بسرعة. طبعا جميل جدا لعرض الفيديو، يعني سرعة خيالية بدون تقطيع. تستطيع مشاهدة الفيديو وتحميل بعض الفيديوهات التي تريد تحميلها. إن شاء الله ستجد الرابط في الأسفل، وهو يوفر لك في البيانات كثيرا. وهذا كل شيء بالنسبة للشرح، وأهلا وسهلا بكم.